ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود، ومبسوط كتير في هالحلقة ومتبارك لأنه معاي ضيف عزيز على قلبي، ضيف تعلمت وبتعلم منه الكتير، مش بس من قلمه وكتابته، بتعلم من قلبه ومن حياته. مبسوط كتير يكون معي أستاذي الحبيب شيخ نعيم عاطف. أهلا وسهلا فيك بترنيمة وعود. أهلا بك يا حبيبي، فرحتي بإني أكون مع حضرتك، فرحة كبيرة ما تعبرش عنها بكلام. الحقيقة أخي ناصر أنا مش قادر ابتدي الحلقة من غير ما أقول قد إيه أنا تأثرت بحضرتك. يعني بذكر أن المسيح في بداية خدمته جه لقى ناس فيهم جفاف وفيهم قسوة، فبصلهم وقال لهم تعلموا مني لأني وديع ومتواضع قلب، تجدوا راحة لنفوسكم. ده اللي بحس بيه وأنا بتعامل مع حضرتك، الشخص الوديع المتواضع قلب اللي بلاقي راحة في الوجود معه. ربنا يباركك بكل بركات السماء والأرض في اسم المسيح. الله يباركك. الله يباركك. أنا عارف أنه كلامك صادق ومن قلبك، بس أكيد صدقني حضرة الشيخ، أكيد يعني حبيب. لو أنا جايب شيء من عندي بتواضع، بس المجد للي تواضع اللي كان عنده كل شيء وأخذ نفسه من كل شيء عشان واحد خاطئ زي مبارك اسمه القدوس، واللي بباركنا كتير لما بعت لنا قديسين نتعلم منهم. ونرحب فيك مرة تانية معانا. كتر خيرك حبيبي، كتر خيرك. وياريت في هالحلقة لو سمحت تحكي لنا شوية عن بدايات الشيخ نعيم عاطف ومشوار الكتابة، وإزاي ابتديت حكايتك مع القلم والورقة. أنا ما فيش في حياتي حاجة كبيرة أقدر أحكيها، لكن يمكن أقدر أدي فكرة عن الظروف الوقت اللي اتولدت فيه. يعني اتولدت في الثلث الأول من القرن العشرين، اتولدت في صعيد مصر. في الوقت ده في حاجات كتيرة ما كانتش موجودة. الإذاعة المصرية ابتدت 34 قبل ما تولد بكم سنة، ما كانش فيه تلفزيون، ما كانش فيه فضائيات، ما كانش فيه حاجات كتير تملى فراغ الناس. فكانت الحرية في اختيار طريقك مفتوحة وتعتمد على شخصيتك. في ناس من نوعي اللي نقدر نسميهم الناس الانطوائيين شوية، عملوا لنفسهم حياة، ملوا فراغ حياتهم بأشياء تناسبهم. أنا كنت في السن الصغير مش إنسان متحرك متصل بالكتابة، زي ما أقول عشت حياة انطوائية اللي مليتها بالميول الفنية والميول الأدبية والكتابة. فالكتاب كان قريب مني حتى وأنا في طفولتي، حبي للشعر وحبي للنعم وحبي للأغنية وحبي للمزيكا كان كله سماعي. فودني اتدربت أنها تسمع الأغنية وتسمع اللحن، وإيدي فيها دايماً القلم وقدامي الورق، أقعد مع نفسي وأكتب كل الفضفضات اللي عبر بيها عن مشاعري. ما
معظم جيلي اللي كان موجود كان أكثر اجتماعية مني وأكثر اتصالا مني. المرحلة دي أنا فيها تعلمت حاجات كتير عن طريق التأمل. كان أهلي كمان ناس مسالمين وحياتهم جميلة قوي، ما كانش في اختلاف كبير ما بين الكنيسة والبيت، فكل بنشوف الكنيسة موجود في البيت في جو من الترنيم والتسبيح. حتى الألعاب اللي بنلعبها، أنا أذكر أنه كان في الكوتشينة، لعب الورق ده، أخواتي البنات عملوا كوتشينة مسيحية يكتبوا على كل ورقة حرف وآية على الحرف ونلعب بيها ونسمع آيات، فنقول حرف الت قول لنا آية، قول تعالوا إلي جميع المتعبين وقول الشاهد بتاعها. فكان فيش اختلاف كبير ما بين البيت وبين الكنيسة، ما كانش فيه اختلاف كبير في التصرف، فأنا طلعت في جو متوازن أشكر ربنا عليه من أجل أهلي وبلدي وكنيستي وحتى انطوائيتي اللي بنيت فيها كل حياتي في القراءة والكتابة والرسم والنحت. أذكر من ضمن الحاجات الجميلة اللي ربنا رتبها لي إن كان عندنا دوار ده مكان واسع زي صالة متبلطة ببلاط حجر كبير كده بيبقى ارتفاعه 10 سنتي وخمسين في خمسين، وبعدين شالوا كل البلاط الحاجات دي عشان يحطوا السيراميك أو البلاط، شالوا البلاطات دي حطوها فوق سطوح البيت، وأنا لقيت فيها كنز لأنها بلاطة من الحجر الجيري اللي أقدر فيها بمسمار أحفر حاجات أقدر أقطعها بمنشار وأعمل منها تماثيل وأعمل منها أهرامات. فحياتي كان ربنا رسمها لي بما يتناسب مع طبيعة الشخصية الانطوائية. نشكر الرب، نشكر الرب الأشياء اللي قلتها. يعني أنت ذكرت كثير أشياء سلبية يمكن بنظرنا إحنا في الأيامات هاي، الانطوائية والعيشة في عدم الإمكانيات وإمكانيات بسيطة، لكن ربنا خلق من هالإمكانيات جيل كبير تعلم منك فيها يا من إبداعاتك ومن كتاباتك وأنا منهم. يا رب أشكر ربي كثير من أجلك. تعيش حبيبي، تابعت أشعارك من زمان وتابعت ترانيمك من زمان قبل ما أعرفك، فكان عندي إنه فكرة لما بشوفك يعني يا ترى كيف حيكون هالشخص. أنت عارف كثير ناس مشهورين ومعروفين ومنحبهم، بس لما تشوف الشخص بتكون متوقع شيء وبتلاقي شيء تاني. أنا بهرت لما شفتك يا رب يخليك، كمية البساطة والمحبة اللي في قلبك والتشجيع لواحد زي لساتني في بداياتي وبتقولي كلام بيرفع وكلام بيشجع وبيساعد وبيسند، والكلمتين اللي بكتبهم بتسميه شعر بينما يقارن مع أشعارك بخجل أحطهم جنب بعض حتى. فأنا بشكر الرب من أجل قلبك المتواضع، مع حبي الكبير، بس الكلام اللي بتقوله حضرتك ده غير صحيح لأنك أنت بتكتب كلمات قوية نابعة من القلب على فكرة فيه. بالمناسبة دي شكرا، هو الرب صدقني، هو الرب اللي أنا مستضيفك عشان نمجد اسمه اللي عمله معاك في حياتك. تعيش، الله يخليك. ممكن لو تحب تسمعنا حاجة عن الموضوع اللي تكلمنا فيه عن البدايات وعن الورقة والقلم أمين أمين أحب طبعا. هل ينفع عرفك في العود؟ إيه ده يسعدني ويشرفني حبيبي. أتبارك، شكرا. أنا أقول لحضرتك يعني ليه مثلا أنا كتبت الجزء اللي حضرتك سمعته. جمعتني قاعدة مع واحد شخص صنايعي بسيط، كان قال لي أنتوا سافروا روحوا أي حتة عشان تشوفوا لقمة عيشكوا ورزقوا، إنما أنا شخص كسيب ومحترم. وأنا حسيت بالخجل الشديد من المواجهة، أن راجل بيقول على كسيب وأنتوا ناس غلابة. سكت وبعدين كتبت الكلام ده، قلت أنا عايش في الورق والقلم وفي الرزق الضيق القليل، بس أنا سعيد بكده. كتبت في القصيدة دي بقول حاولت أهرب
من الواقع بتاعي، لكن في الآخر تبت تاني ورجعت للورق والقلم. بقول بحب القلم والورق وبيهم بجاهد وبيهم بصارع وبركب حصان من حروف الكلام وهاجم وحارب ودافع. ولجل القلم والورق قضيت عمري كله في وسط المطابق. هويت الورق، هويت الكتابة، وأدركت كل الفنون والصنايع، وكان لي اسم وكان لي شهرة وكان اسمي ظاهر ولامع، ولكن دفعت الثمن من عينيا ومن ريحة الزيوت والشحوب والورق وحبر المطابق. ويوم بعد يوم ورغم اجتهادي وصبري يضيق النفس جوه صدري ويكتم عليا وتتسد كل المنابع، وبالليل بيصحى الألم وبتصحى كل المواجع، وأكتم في صدري أنين الوجع وريحة الورق والمطابق. غويت الكتابة، قضيت حياتي ما بين الكتب والمراجع، وأدخل على النت بدري أفتش وأفحص جميع المواقع وأكتب وأنظم وأقول القصايد، ولا حد فاهم ولا حد سامع. لأجل القلم والورق رضيت بالقليل، وعمري ما كان قلبي طامع، وده رزقي فوق القلم والدوايا، ولا فن ساند ولا علم نافع. وآه يا زمن، وحصلت مواجهة ما بيني وبين الفلوس، وآه يا زمن لما رجلك تدوس تدوس على المثقف وترفع ضعاف النفوس. ده واحد حرامي وعايش حياة اللصوص، وفكره يدوب وهمه يدوب في الفلوس، يكسر كلامي يهزأ مقامي يقل احترامي، ومن غير مبادئ ومن غير موانع يفاخر عليا برزقه الواسع. وفي السر أبكي، وفي السر أبكي نصيب اللي ضايع ما بين الورق والكتاب والمطاب. أمين، ربنا يباركك، ربنا يباركك. القعدة معك ما بتكفيهاش حلقة أو حلقتين وثلاث. أنا شايف نحول ترنيمة وعود لترنيمة الشيخ نعيم عاطف وعود. يا ربي خليك، كتر خيرك. الله يباركك، رح يكون لقاءات تانية معك لو وقتك سمح والرب سمح لنا. بشكرك باسمي وباسم المشاهدين اللي تباركنا في وجودك معنا. يا ربي خليك، وبصلي تكون دايما سبب بركة في حياة ناس كتير زي ما أنت سبب بركة في حياتي، وربنا يعطيك سنين تبارك وتتبارك يا رب. يخليك، هو أعطاني 80 سنة كويسين، وربنا يسترها في البداية. ربنا يزيدك. أعزائي المشاهدين، بشكركم لحسن استماعكم ومشاهدتكم إلنا، ونلتقي بالحلقة الجاي إذا الرب شاء وعشنا. رب يكون معاكم ويبارك حياتكم. سلام المسيح. ترنيمي وعود.